بسم الله. البلدية حقوق البلدية لازمها كما تكلمت قبيل تعاون 47 متر مكعب مخبطة عاصمة جهة ولا محافظة اللي تهتم بالتسويق الخارجي تهتم بالتصدير. شفنا هذه الإمكانيات الكبيرة التي تحوز هذه المؤسسات من أجل عملية التصدير. كما نحن جد سعداء في ولاية تتسم بإنتاجها غزير للزيتون وزيت الزيتون. دشلنا معرض خاص بهذه الشعبة خلتنا نشوفوا القدرات الكبيرة التي تسخر بها ولاية معسكر، سواء من ناحية تجارية أو من ناحية التصديرية أو حتى من ناحية القدرات الفلاحية والقدرات الصناعية، لأن هذه الأمور متكاملة فيما بينها. وبالتالي نأمل أن من السوقين سواء السوق الجديد أو السوق القديم أن تلعب هذه الأسواق دور كبير في عملية التوزيع، لأن هذه الأسواق لها بعد وطني سواء من ناحية عملية الشراء أو استقطاب الفلاحين تاع المناطق المتعددة أو من ناحية التوزيع، فهي أسواق بامتياز وطنية.